توا رجال عايشين في سيطرة مع النساء. قليل تلقاها بنتشر تخمم على روحها وعلى أولادها، قليل مش الكل، ما نقولوش الكل، أما فما برشا رجال ساكنة عايشين في الهنا وقد جبان. بالنسبة للمرأة الزمنية، الرجل يبدأ يخدم وهي تبدأ في الدار ويجيب لها معناها المصروف، هي متكفلة بالأولاد وبالدار وكل ولا تشخنق ولا حتى شيء، فمت وثم ثقة بين المرأة والراجل. باش شي حاجة بمليون وما عنديش مليون، نشتريها بخمسمية يزدي فيه البركة، وبعد ربي يعطي خيره. القناعة يعني. إيه القناعة، ربي بعد يعطي خيره. أما كان أنا نحبك الحاجة ليك بمليون طوى تحضر ولا مبطل ما يتعشروش. وكيفاش حافظت على علاقة مع راجلك لمدة 46 عام؟ احنا عائلة في مقرى الزمنية كلينا مريض هو عمل اكسيدون والكل، وكان قبل يخدم شوية دهينة والكل ويعاوني بالكتب من ربي، من بعد معناها كلي أنا اللي نخدم ونسلت ونكلت والكل، هو شوية فيحة ومنها ومن وما عادش خالطة ما عادش. المرأة الأصيلة والمرأة الزمنية كيفاش كانت تقبل تقف مع رجلها؟ تقف مع رجلها، تتلها بأولادها، تقع حواج أولادها، تخدم الشغل، تعمل نواصل وتبيع، تخدم باش تخدم المرأة الزمنية قبل، وحاملة اللي عطيه لها ربي راضية بيه، نهاية شكشوكة ونهاية محمصة ونهاية قلتكسي ونهاية كل مرة كيفاش، مش كيما توا، توا لا، توا المكياج اغلب العيشة، اغلب العيشة. لما ما عادش تفتل دارها، ما عادش تفتل لولادها قليل، فما كعبات مازالوا، وفما كعبات ما عادش تلهو، باكي المرأة تحمل العرق ورجل وحسكران وتحمل الضرب وتحمل كل شيء على خاطر أولادها، تحمل كل شيء على خاطر أولادها. تو بناتي وينهم؟ تو كان جابلها سيد الناس ما جابش، سعد ويتكب، توا رجال سعودها مكبوبة، يكذب عليك راه، توا رجال عايشين في سيطرة مع النساء، قليل تلقاها بنتشر تخمم على روحها وعلى أولادها، قليل، مش الكل راه، ما نقولوش الكل، أما فما برشا رجال ساكنة عايشين في الهنا وقد جبان. أمين تحكي لي على السرة اللي كانت تخبي فيها المرأة الزمنية في ليساتها باش من بعد تعاون بهم راجلها وقت تحبي الدنيا. تخبي نهير 100 ونهير 50 ونهير 20 ونهير هكا، وعملت بيضة تحط فيها شوية زيت، حكيكة تحط فيها شوية سكر، سطيل حشاك تحط فيك عبدين فحم، هذاك تحطهم في التركينة، نهاني ما تلقاش تجبد. وقت الصغيرة هذيك نهاني باش ما تلقاش، تقول كيما نقولوا تلفت من عند فلانة 100 فرنك. وهي مكسيري عندها، انا لتوا عندي قصيره هذيك محشيه، نهار اللي يضيق بيا الحال نجبد منها، نهار اللي نوب عليا ربي نشعلها. وين طبيك شكون هي بتعمل كاكيك؟ طب تعمل له هك. شنو تنصح الشباب نتاع توا باش كيفاش معناها باش يحافظوا على علاقتهم وتكون علاقتهم متوازنه؟ الشباب نتاع توا صحبوا اليوم تعاكوا غدوة، الشباب بتاع توا قليل باهينا، ما نقولوش الناس كل خايبين، فما اللي يتيح ببنية تحليل وهو ولد حليل ويتفاهموا في الصلاة وفي الضراع. تبدا بنت حليل وتطيح بشكون ماهوش مقدرها؟ اه والله جيبوا الاثنية، لا جيبوا الاثنية، جيبوا الاثنية، كي تبدا هي باهية يرجع عليها أصله، كان عنده أصل يرجع عليها أصله. ولكن تبدا هي في الشمال وهو في الجنوب ما يتعشروش. اما كي يبدا ولد حليل وهي بنت حليل، حتى كي يكون طايش يرجع، يكون سكاج يبطل الشراب، من يكون عنده شيء يبطل برشا حاجات. وكي تكون هي يبدا نسوانجي. ها نسوانجي. شو نسوانجي؟ نسوانجي يعني يحب برشا البنات، معناها عينيه تغزر منا ومنا. وش عنده هو توا باش يحبها الطفل؟ الطفلة تحبها زي القهوة، أقل قهوة بخمسة ستة، أقل قهوة 5000 فرنك باش تستنجح. قداش من وحدة باش يزيدها 5000 5000 5000 5000؟ يروح منطوط ما عنده شيء، أشنو مستنجح؟ ما نهته وما عادش، كاش هي تخلص عليه. هي تخلص عليه يمشي. ربي يفضلكم. اعطينا معناها ملخص كيفاش معناها زوج مقدمين على الزواج كيفاش يستحفظوا على العلاقه نتاعهم؟ يستحفظوا على روايحهم، يلزم يحملوا لبعضهم ويطيحوا لبعضهم،
يطيحوا لبعضهم. هو علاه هي توطأ، هي علاه هو يوطأ، لازم هكاكا. كان باش يجيو الزوز كيف 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 ما يتعشوش ما يتعشوش. يعني الزوز لازمهم يطيحوا. يطيحوا لازمهم يطيحوا، التطيح لازم يطيحوا. والحاجة هذه أنا حاجتي بها موجدش مش حاجة لازمة. باش نشري حاجة بمليون وما عنديش مليون، نشريها بخمسمية يزيد فيه البركة، وبعد ربي يعطي خير. القناعة يعني. إيه القناعة، ربي بعد يعطي خير. أما كان أنا نحبك الحاجة هذيك بمليون توا تحضر ولا مبطل، ما يتعشروش. ميما احكي لنا على المراه الاصيله والمراه الزمنيه، كيفاش تقف مع راجلها في السراء والضراء؟ المراه الزمنيه هي حسره مازالوا كعبات نادرين توا، فهمت؟ بالنسبه للمراه الزمنيه الراجل يبدا يخدم وهي تبدا في الدار، ويجيب لها معناها المصروف، هي متكفله بالاولاد وبالدار وكل ولا تشخنق ولا حتى شيء، فهمت؟ وثم ثقه بين المراه والراجل. توا تغيرت المعطيات، فهمت؟ والوقت صعب والدنيا صعبت وصغار معناها طلباتهم برشا والكل. قبل نرضاو باللي يجي، تبدا المراه عندها 12 صغير وتبدا عندها 9 وتبدا عندها 7 والكل، وتبدا ساكنه في بيت نتاع وكل. توا حتى التوفير نتاع الكريم ما عادش، فهمت؟ ما عادش باش وحدك اللي يسكن في بيت وحده والكل، ما ثماش لا ثم كراويت لا حتى شيء. حتى اللي يشارك في دار مع الدنيا سلام، كيف ما يقولوا يشارك ومن بعد يقولوا له راهو ما ثماش، فهمت؟ صحابه برشا الدنيا. والمراه مضحيه ومخليه تاريخ ومخليه بسمه في تونس، فهمت؟ تبدا عولتها من الدار تعملها، ما تستحقش للشارع باش تشري اللفاح زاد كيف كيف، حتى فما مشكشك نيمبورت كوا، فهمت؟ تحضر كل شيء والراجل مقدس راه، فهمت؟ تحضر له حتى الليان يغسل يديه والمنشفه والكل والفم ساكت والطاوله محطوطه هكا نعيشوا. وحنا لتو معناها في الحاله هذيك قاعدين نعيشوا بها، فهمت؟ الطبيعه هذيك قاعدين نعيشوا بها. الرجل المحترم معناها ومقدس على الراس وعلى العين، وهو رئيس العائله، فهمت؟ وكهو ان شاء الله ربي يبقي الستر علينا، وان شاء الله ربي يعطيكم انتم من الوقت الطيب. شنو تبدل بين توا وقبل في العلاقات بصفه عامه؟ في العلاقات من ناحيه المراه والرجل بالنسبة توا تطور كبير برشا، وبرقيبة معناها متعرفة كلها الحرية للمرأة وتخدم كل هاني. كلنا نخدمه المرأة مع الرجل، يوصل حتى الرجل يبدأ قاعد ونخدمه ونجيبه وباللي عطاه ربي، فهمت ولا لا؟ لكن أختي الإمكانيات ولات كل شيء غلي غلي برشا، فهمت؟ ويد واحدة ما تصفقش مكاها، فهمت؟ هذاك اللي نحكي لك إن شاء الله ربي يحفظنا ويستر. ميمتي أنت قداش عشرة بينك أنت وزوجك؟ قداش من عام؟ حكيت انا باش نعمل 46 سنه ما شاء الله. وكيفاش حافظت على العلاقه مع راجلك لمده 46 عام؟ احنا عائله في مقر الزمنيه، كلينا مريض هو عامل اكسيدون والكل، وكان قبل يخدم شويه دهينة والكل ويعاوني بالكتب من ربي. من بعد معناها كلي انا اللي نخدم ونسلت ونكلت والكل، هو شويه فيحه ومنه ومن، وما عادش خالته ما عادش. وبرغم عندي زوج صغار والكل وكبر وتبارك الله والكل، ما الامكانيات محدوده، وهذا ما خلط على هذا وكيريا، فهمت؟ هكا وربي ينتظر لحالنا وكها، فهمت؟ شوف شنو عم باش نلوحوا لوحوش. ولد عائله راجلي راه من عائله راقيه، وانا زاد كيف هو كذلك هكا هو. اما الاصول هكا تقول مانيش باش نلوحوا بوليدي توا، فهمت؟ وربي يحفظنا ويحفظكم يحفظ تونس، هذاك اللي نتمناه والله. الجيل نتاع توا مثلا كيبدا الراجل ما عندوش تدور عليه، تقول له يزمك تخلق لي الفلوس، تنكد عليه عيشته. بارابور على قبل كيما انت حكيت لنا وكل شيء، وقفت مع راجلك وما خليتوش وقت الازمات وقفت معاه، شنو رايك؟ اللي جون نقول لك جيل توا راهو مش كيما قبل، لك اللي ب 5000 يعيش العائله ويمشي يجيب ويعطيها للمراه هي اللي تصرف ولا هو اللي يقضي ويجيب. وديني كانت رخيصه، توا غليت برشا راهي، ومن حقها باش تطلب راهي، من حقها باش تطلب وتشوف نديدها وتشوف اللي ماخذ ديار وتشوف اللي عنده شطويت. سي نورمال راهو معناها سنة الله في خلقه هذي، والكلنا بشرية راهو.